انتشر مؤخر فيروس كورونا المثير للهلع والرعب. خرائط جوجل أضافت خدمة خاصة لتتبع أماكن تواجد الفيروس حول العالم. منظمة الصحة العالمية أعلنت حالة الطوارئ. كمامات تغطي الوجوه في الشوارع. حجر صحي على أشخاص المشكوك فيهم. الفيروس فصيلة كبيرة من الفيروسات تصيب الحيوانات بشكل رئيسي ويمكن أن تصيب الإنسان بالعدوى. انتشر في مدينة ووهان الصينية التي تشتهر ببيع الحيوانات، وأبرز أعراض هذا الفيروس التي تشبه أعراض الإنفلونزا العادية الحمى، السعال، آلام الصدر، ضيق التنفس، اضطراب الجهاز الهضمي. تصل مدة حضانة الفيروس 7 إلى 14 يوم، ولا يوجد دواء محدد له. الوقاية: غسل الأيدي بالماء والصابون، الابتعاد عن الأماكن الملوثة، استخدام الكمامات. نسأل الله لكم السلامة من الفيروس اللعين وجميع الأمراض.